الاساسي في هذه الليله اللي بغينا نوليك نتكلم عليها تاع اللي ملي تلاقيت مع ديك البنيه في مقهى وكنت كتسربي سي تيريبل لان هاد السيد هذا كبرت معاه وعلمني بزاف د الحوايج يعني كيفاش نضحك الناس قلت لي حنا ديال ظروفنا الفنانة لأن ممكن واحد النهار يكون عندنا فلوس وممكن واحد النهار ما يكونوش عندنا، أنا ممكن تكون عندي 10,000 درهم تجي مليون وغدا ما يكون عندي والو، سي بوسيبل، فقررت أن نكون واحد التضامن بيناتنا والحمد لله الباب اللي تلقيت عليه في إخواني الفنانة، سي محسن اللي هو في النقابة ديالنا، الصحفيين اللي عيطت لهم سي نادير ولا غيرهم يعني كاينين ناس أخرين اللي عاونونا وقلت لهم راه حنا اللي جميل هو ما كيسولوش على البروغرام ديال السهرة وشنو فيها شي عشاء ولا فيها شي حاجه اللي كتقول لهم راه حنا بغينا هذا الجانب الاجتماعي وبغينا نديرو بغينا نهزو الفنان تيقول حنا معاه